زي ما قالت منى، تحملوني شوي عشان العربية مش لغتي الأولانية. فأنا رام النقيب وأنا طالبة عراقية. هاد إشي مهم، أنا طالبة. كتير نادر إنه الطلاب يجوا وينتقدوا نظام التعليم. دائماً تسمع عن مدير أو معلم أو يمكن يعني واحد من الحكومة يجي ينتقد النظام، بس أنا حابة أغير هاي الصورة النمطية. إنه أنا بدي أدرك إنه الطلاب فيهم اللي هم رح يوصلهم التعليم فيهم يغيروا النظام. فبدي أبلش بسؤال، ليش بنروح على المدرسة؟ المدرسة بتهيئنا للحياة، صح؟ بس أنا بقول إنه هي صارت عبارة عن مصنع والطالب كآلة، والهدف إنه ننتج منتج ينجح في التوجيهي. بس حتى إذا الطالب جاب 100% بكل مواضيعه وهذا إنه إشي مستحيل، هل بتعتقد إنه هذا نجاح؟ أنا بقول لا، في عوامل ثانية بتأدي للنجاح. فهلأ بدي أفرجيكم فيديو بتحدث عن العصور الذهبية وتفرجيكم كيف وجهة النظر بتغير المجتمع. Take a look. If you dare. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon to be illuminated friend. It's all a matter of perspective. كل موضوع وجهة نظر. هلا بدي انتقل على معلم كان عندي اياه في المدرسه، وهو كثير عنده شغف ومحبه لاصلاح النظام. فهو حكى لي قصه، كان مره على الطياره من نيويورك لعمان، ولاحظ انه معظم الركاب عرب، ومعظمهم ما عم يقرأوا كتاب، اصلا ولا واحد فيهم عم يقرأ كتاب. فاستغرب، وانا ادركت انه معظمنا ما بنقرأ المعرفه، ما بنقرأ للثقف، ما بنقرأ للمتعه. هلا انا كنت محظوظه وانا صغيره، كان عندي رول موديل اسمها ليلي، وهي جارتي، اهتمت كثير بقراءتي وتعليمي. بس كنت بامريكا ودرست بمدرسه حكوميه، وبهي المدرسه كثير اهتمت المس بجوانب مختلفه من التعليم. اهتمت مثلا بالالعاب اللي بتركز على تعاملاتنا بين بعض، وعلمتنا دروس حياة طلعت بال conversations بيناتنا. وجيت على مدرسة تانية برا أمريكا، ولاحظت إنه بهاي المدرسة كتير بركزوا على الامتحانات والحفظ. فتعريضي لهدول الأنظمين التنين خلتني أقارن بينهم، فاستنتجت إنه الحياة مش امتحان multiple choice. هلا انا بعتقد انه اذا علموني كيف اكتب مقاله منيحه وانا صغيره، كنت انا مفكره افضل هلا، لانه المقالات مش بس زي الامتحانات بيعلموا معلومات اساسيه، المقالات بخلوك تستخدم المعلومات بطريقه افضل وتكتشفي فكره اعمق. فانا لما كنت بامريكا، ماما كانت تشتغل طول النهار من الساعه 7 للساعه 11 بس عشان توفر لي اكل ومصاري. فأنا كانت تحطني عند جارتي اللي هي مرة تثق فيها ماما اسمها ليلي، وهي مرة عجوزة ما عندها أولاد ما عندها جوز. فلما كنت عندها بتفرجيني مسابقات تلفزيونية، بتعلمنا معرفة عامة، وكنا نلعب ألعاب تعليمية، ومنها تعلمت كيف أحب العلم والمعرفة. فلما وصلت على الصف الثاني، أنا كنت كثير أحب المعرفة وكثير كنت
أحب أقرأ وأدرس، فاستغربت لما شفت الطلاب التانيين ما كانوا يحبوا الدراسة، ما كانوا بدهم يعملوا الواجب. وكمان لما جيت على البيت ومش عاملة منيح في الامتحان، ماما كانت مش تبهدلني، مش تضربني، لا، بكل هدوء تخليني أعيد أخطائي وبتنسى الموضوع. فلذلك أنا ما عمري خفت من الفشل، ولا طالب ولا طفل لازم يخاف من الفشل، هذا إشي كتير مهم. فيعني الهدف من المدرسة إنه تخلي الطالب يحس إنه عنده آراء مهمة قيمة. لأنه أنا لما دخلت على الصف وجبت فيه يمكن علامة كاملة، بس حسيت حالي إنه أنا بس حفظت وعطيت المعلم شو ما بده عشان أجيب العلامة، أنا مش متذكرة ولا إشي من هدول الحصص، ما تعلمت ولا إشي. بس من الحصص لما طلعت منها والمعلم خلاني أحس إنه أنا عندي آراء وأفكار قيمة، أنا بتذكر المعلومات كل شيء من هدول الحصص، ولهلا بتذكر شو متعلمة من هدول. فهاد بيجيبني على كوت أو مقولة من واحدة اسمها مارغريت ميد، وهي بتحكي: A small group of people. Sorry, هدول السلايدز ما كان عندي وقت أعملهم. A small group of people, thoughtful people, can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. فيعني أنا بدي أكون من الناس اللي بيساهموا بتطوير النظام. مش النظام، النظام التعليمي. في الشرق الأوسط. بالمستقبل بدي أفتح مدرسة أو إشي إنه بدي أساهم. إن شاء الله. وشكراً لكم.